الحقيقه انا مش عارف هي المباراه دي كانت مباراه ايه بالظبط. يعني مثلا دلوقتي كابتن خالد الغندور بيقول لك ان الارجنتين وفرنسا واسبانيا شغالين عمالين بيتكلموا في النقطه دي، ومش بس كده لا، ده العالم كله شغال عمال بيتكلم في اللقطه بتاعه اللاعب. البعض بيقول انها جت في رجله والبعض بيقول انها جت في ايده، وكلام كتير جدا شغاله كابتن خالد الغندور من ساعه المباراه ما خلصت وهو شغال عمال بيتكلم في اللقطه دي. الخبر الثاني معانا هنتكلم عن انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي الى الفريق الابيض. هل هو فعلا هيروح نادي الزمالك ولا لا مش هيروح نادي الزمالك؟ الخبر الثالث معانا هنتكلم عن غرامة عمرو مرعي لاعب النادي المصري، وهنتكلم ايضا عن محمود عبد المنعم كهربا اللاعب طبعا اللي فيه ازمة كبيرة جدا بينه وما بين نادي الزمالك، ونادي الزمالك هيرفع عليه قضية في الكاس، وكلام كتير جدا وتفاصيل كتير جدا بخصوص المواضيع دي. وقبل التفاصيل يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده علشان يظهر لكل الناس اللي عندي. ويلا بينا سريعا كده نروح نتكلم عن موضوع خالد الغندور. كابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، لاعب كرة قدم طبعا من اللعيبة اللي كانت مميزة في عصره. كابتن خالد الغندور يا جماعة دايما كده بيثير الجدل بخصوص النادي الأهلي في بعض اللقطات وفي بعض الحاجات اللي بتحصل مع النادي الأهلي. اتكلم بعد مباراة الأهلي والرجاء واللقطة اللي العالم كله اتكلم عليها بناء على كلامه هو، بيقول لك إن العالم كله فرنسا وأسبانيا ومش عارف البرازيل ولا إيه بالظبط شغال عمال بيتكلم على إني اللقطة دي مش ضربة جزاء، وإن اللقطة دي فيها ظلم كبير جدا، وإن الحكم بتاع الفار الراجل أخفى الزاوية اللي هي بتظهر أكتر الفكرة دي وعرض للحكم اللقطة التانية. مش بس كده لا، ده كمان بيحمل محمد نصر مخرج المباراة بيحمله المسؤولية، أنت اللي ما عرضتش اللقطة، انت اللي ما عرضتش اللقطه. مش بس كده، ده حكم الفار كمان، ده كابتن خالد الغندور اللي منزل على صفحته الكلام ده، بيقول لك مش بس كده، ده حكم الفار كمان اعترف انها مش ركله جزاء ووضح انها مش ركله جزاء، بس طبعا لبس الموضوع كله لمحمد ناصر مخرج المباراه علشان هو يرفع ايده تماما ويبقى ملوش علاقه بالموضوع ده. ده كان تصريح كابتن خالد الغندور. انا شايف ان المباراه يعني مثلا احمد سعيد اعلامي اهلاوي او صحفي اهلاوي، الراجل ده طلع واتكلم قال خلاص يا جماعه بدل الموضوع ما عمال في عياط بقى وفي مش عارف ايه. انا على فكره يا جماعه ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك علشان الناس ما تقولش انا متحيز، بيقول لك بدل ما الناس شغاله عماله اتكلم خلاص يبقى الموضوع ينتهي بايه بقى؟ ينتهي بان الاهلي يتضامن مع فريق الرجاء المغربي ويتكلم معاه ويعملوا اعاده المباراه، وساعتها هنشوف العياط فعلا هيحصل او ايه اللي هيحصل بالظبط، لانه كده كده بيتكلم الراجل عن ثقه كبيره جدا ان النادي الاهلي هو اللي هيكون صاحب المباراه وهو اللي هيتخطى الرجاء المغربي. ده كان التصريح بتاع خالد الغندور، وده الرد بتاع كابتن احمد سعيد. هو مش رد على كابتن خالد الغندور، هو بيرد على الكل، يعني الكل شغال عمال بيتكلم. يعني انا هتلاقي فيديو على قناتي بتكلم فيه عن تعليق كابتن عمرو الدرديري الصحفي الزمركاوي اللي دايما بيطلع وبيثير الجدل ايضا مع علاء عزت ومع سيف زاهر على قناه اون تايم سبورتس. فطبعا لما تيجي تتكلم انت على الحاجات دي تلاقي معظم الناس شغاله عماله تتكلم على اللقطه دي، هل هي ركله جزاء او هي مش ركله جزاء؟ بس الموضوع الحقيقه يا جماعه في لبس يخلي ناس كتير جدا تتفق. يعني مثلا اكبر دليل ان الحكم راح شاف الفار، وبناء على ان الحكم راح شاف الفار ادى الاوكي انها ركله جزاء وش، يعني اول ما نزل الملعب راح عامل الاشاره بتاعه الفار وبعدين راح مشاور على ركله الجزاء واصبحت ركله جزاء واضحه، لان كل الزوايا بتوحي لك انها ركله جزاء في اللي شافها الحكم، اللي شافها الحكم في اثناء مراجعه الفار. كمان الحكم لو تلاحظوا رجع علشان يشوف هل هي هتكون اوف سايد ولا لا من اول بدايه الهجمه، هل الهجمه فيها اوف سايد ولا لا علشان يدي القرار الصحيح. فالحكم الراجل عادل اللقطه اكتر من مره وفي الاخر ادى ركله جزاء صحيحه، وانا شخصيا كمشاهد قلت ركله جزاء. بعد ما اتلعبت ركله الجزاء اكتشفنا ان الكوره ما جاتش، يعني قبل ما تتلعب تقريبا او بعد ما تتلعب مش متذكر قوي، اكتشفنا ان الكوره ما جاتش في ايده خالص، يعني اكتشفنا في زاويه او زاويتين ورا بعض على طول، مش ركله جزاء على الاطلاق. حتى معلق المباراه قال لك انها مش ركله جزاء. فالموضوع بجد بجد غريب، انا شخصيا مش يعني مش فاهم هو ايه اللي حصل بالظبط. طب هو يعني دلوقتي المفروض ان انت عندك ست زوايا او ست كادرات معينين انت بتعرضهم انت كراجل مخرج للمباراه، وعلى فكره بالمناسبه اللي بيعيد اللقطات مش حكم الفار، اللي بيعيد اللقطات مخرج المباراه، المخرج هو اللي مسؤول، هو اللي قاعد على الكنترول، هو اللي بيحرك بصوابعه الكادرات كلها قدامه عشان نكون واقعيين مع بعضينا. فدي فكره مخرج مش فكره حكم حكم الفار. حكم الفار بيبقى قاعد علشان يقول لك لا تعالى تعالى يا حكم دي حته فيها لبس، لا طب الحته دي انت ما شفتهاش كويس، طب الحته دي مش عارف ايه.
بس ده اخر حكم الفار. ولكن الاعاده كلها حكم الفار هيقول له عيد دي وعيد دي وعيد دي، ده شيء واقعي جدا طبعا، لان هما الاثنين قاعدين في غرفه الكنترول غرفه واحده وقاعدين جنب بعض على كراسي جنب بعض، فالطبيعي ان حكم الفار شايف ان اللاعب ده او المخرج بيعيد ايه او ما بيعيدش ايه. فدي بعض التفاصيل اللي حصلت في الموضوع يا جماعه، في لبس كبير جدا، مهاجمات كبيره جدا شغاله على السوشيال ميديا بشكل عام من جمهور الاهلي ومن جمهور الزمالك، من اعلاميين الاهلي واعلاميين الزمالك، ده بيتكلم وده بيرد، ده بيتخانق وده بيرخي، فحاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا. بس احنا انا من وجهة نظري الموضوع انتهى، مفيش اعادة المباراة، مفيش اي حاجة، الموضوع كله انتهى. فبالشكل ده المفروض ان الناس تكبر دماغها من فكرة اعادة المباراة او فكرة انها ركلة جزاء او لا او فكرة مش عارف، فخلاص هو الموضوع عمل ضجة بس خلاص يعتبر الى حد ما انتهى. تعالوا بقى نبدأ كده لمحمود عبد المنعم كهربا وبعدين هكلمكم في رمضان صبحي. محمود عبد المنعم كهربا يا جماعة، نادي الزمالك دلوقتي هيبعت قضيه او هيرفع قضيه تاني على التاخير، لانه طبعا هو خلاص غرمه ب 2 مليون دولار وعايزهم نادي الزمالك باي طريقه في الوقت الحالي. على فكره يعني من ساعه ما اصدر القرار المفروض ان هو يتسدد، فطبعا كهربا ما عملش اي حاجه وما اضافش اي حاجه، مع ان النادي الاهلي كده كده اصلا هيساعده في الفكره دي عن طريق حملات اعلانيه او عن طريق ان هو هيقف جنبه وهيسنده يعني ممكن يدفع له المبلغ وياخده من نظام قسط يعني من الراتب بتاعه. فالتفاصيل دي كلها كده كده هتحصل وهتتم، ولكن هل كهربا هيتغرم فلوس اكتر علشان التاخير ولا لا؟ قولا واحدا لا، لانه طبعا ما فيش اي حاجه في القرار ساعه ما صدر بتقول ان في حاله التاخير هيحصل غرامه كذا 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 كذا. فنادي الزمالك بس هو اللي عمله ان هو هيقول للكاس او المحكمه الرياضيه، وبناء على ان المحكمه الرياضيه هتبعت انذار لكهربا انجز وادفع. دي خلاصه القصه بتاعه كهربا علشان الناس اللي شغاله عماله تتكلم، فاتمنى ان اكون وضحتها لكم يعني بوضوح شديد جدا علشان توصل لكم بكل بساطه وبكل سهوله. تعالوا بقى نروح لموضوع رمضان صبحي وانتقاله الى نادي الزمالك او بديل اشرف بن شرقي. اليوم السابع النهارده اتكلم في اللقطه دي وقال لك ان رمضان صبحي احد المرشحين وبقوه علشان يكون هو المهاجم الجديد او اللاعب اللي بيلعب طبعا في مركز الوينج ليفت مكان اشرف بن شرقي. فطبعا قال لك ان هو على راس المرشحين، لان طبعا خلاص كده كل المؤشرات بتقول ان اشرف بن شرقي خلاص كده هيمشي من نادي الزمالك ومش هيكمل في نادي الزمالك، وبالتالي فانت لازم تكون محضر البديل. ليه بالفعل؟ وبالفعل فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بدا ان هو يحضر البديل لرمضان صبحي علشان يعرف يامن نفسه من كل المخاطر اللي ممكن تحصل، لان طبعا رمضان صبحي لاعب كبير جدا، اشرف بن شرقي لاعب كبير جدا، فالاثنين مش هتحس بخلل في وجود ده او عدم وجود ده. فده طبعا كانت القصه باختصار. رمضان صبحي يا جماعه قريب جدا من الانتقال الى نادي الزمالك. على فكره سيبك من تصريح بقى كابتن اكرامي من فتره وسيبك من الحاجات القديمه دي كلها، لاعب كره القدم يا باشا، عايز اقول لك كده بياع. بياع ازاي؟ مصلحته فين وهيروح لمصلحته عشان نكون واقعين مع بعضنا، الا من رحم ربي طبعا. وعلى فكره حتى لو موجودين في النادي الاهلي برضه موجودين علشان مصلحه ان النادي الاهلي لعيبه يعني ما بتمشيش، يعني علشان عارف ان في ناس تفضل تتكلم كتير، اقول لك ان برضه الناس دي ما مشتش او مش راضيه تمشي علشان خاطر حاجه واحده بس، الحاجه دي ان هو برضه بيلعب في نادي كيان، اذا برضه عشان مصلحته فعشان يذكر اسمه ان هو بيلعب في النادي الاهلي. فاي لاعب بيدور على مصلحته في الاول وفي الاخر، دي وجهه نظري انا، فانا مش شايف حاجه غير كده صراحه. يعني ممكن انت يكون ليك وجهه نظر ثانيه، فدي حاجه تخصك انت. رمضان صبحي قريب الى نادي الزمالك، رمضان صبحي قريب الى نادي الزمالك، ودي باختصار التصريحات اللي ابدا بيها نقدر نقول كده اليوم السابع. هو بالفعل يوم السابع. نيجي بقى لموضوع عمرو مرعي وغرامه عمرو مرعي. عمرو مرعي يا جماعه الراجل بقى له فتره تقريبا كده ما بياخدش الراتب بتاعه، ما بيتقاضاش غير وعود فقط، يعني هو بياخد كلمه وعد هنديك، هو ده الراتب بتاعه، ده الكلام اللي قاله هو. بسبب التصريح اللي صرح بيه عمرو مرعي نادي المصري يا جماعه خلاص كده غربوا مليون دولار. يعني انت ولا تدي اللاعب فلوس ولا عايز اللاعب يتكلم ويقول انا عايز حقي، ما هو انا مستغرب بصراحه من الدنيا كده، يعني اصلا حاجه مستفزه جدا. هو اللاعب ده بيلعب ليه؟ بيلعب عشان ياخد فلوس. طيب خلاص ماشي، الراجل صبر عليك شهر واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين، ما تدي له فلوسه، مش هتدي له فلوسه، مش هتدي له فلوسه، فالطبيعي جدا انه يطلع ويصرح تصريحات مالهاش لازمه، فانت ما تزعلش منه لما يطلع ويصرح تصريحات مالهاش لازمه. فدي باختصار وجهه نظري انا. طبعا انت ممكن يكون ليك وجهه نظر، يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويا ريت كمان ما تنسوش لايك للفيديو ده، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان اللايك بيخلي الفيديو يظهر لكل الناس اللي عندي على القناه.